محافظ صلاح الدين يراهن على الطاقة النظيفة لتطوير منظومة الكهرباء ويبحث مستقبل المشاريع مع النواب والعشائر. تعديل وزاري على نار هادئة الشهر المقبل وانتخابات مجالس المحافظات بين التأجيل أو الدمج مع البرلمانيات. في اليوم العالمي للمفقودين دعوات سياسية ودولية لرفع السرية عن مصير مئات الآلاف من العراقيين. الحكومة تطرح خيار المقرات البديلة لمنع الفتنة في كركوك وملايين الزوار في كربلاء لإحياء أربعينيات الإمام الحسين عليه السلام. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تكريت أهلا بكم، حيث التقى محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب وفدا من وزارة الكهرباء برئاسة مدير مركز الطاقات المتجددة سعود صالح محمد، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وأكد المحافظ أهمية التوجه نحو إقامة مشاريع حيوية تسهم في الاستفادة من المصادر النظيفة لإنتاج طاقة متجددة وضرورة توظيف مثل هذه المشاريع بالشكل الصحيح، موجها كافة الوحدات الإدارية والدوائر المعنية للتعاون والتنسيق بين القطاعين وتشجيع الهيئات المحلية على تنفيذ هذه المشاريع لمساعدتها في استثمار هذه الطاقة خدمة للمحافظة. ومن جانبه أكد المسؤول بوزارة الكهرباء التوجه لتحقيق تنمية اقتصادية بالشراكة مع الهيئات المحلية لإنشاء مشاريع استثمارية تكون الطاقة المتجددة واحدة من ركائزها الأساسية. وفي نشاطاته اليومية استقبل محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب النائبين كريم شكور وهند محمد صالح لمناقشة عدد من القضايا الخدمية والمشاريع المستقبلية بما يخدم الصالح العام. وأكد النائبان على ضرورة التعاون البناء بين حكومة المحافظة وممثليها في مجلس النواب للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في مختلف المجالات الخدمية والأمنية والسياسية، والتأكيد على أهمية التنسيق مع الحكومة المحلية وممثلي المحافظة في مجلس النواب لدعم الأمن والاستقرار الخدمي المجتمعي. إلى ذلك التقى محافظ صلاح الدين في ديوان المحافظة عددا من وجهاء وشيوخ عشيرة المزاريع بناحية يثرب، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وكذلك طرح أهم المشاكل والمطالب التي تحتاجها المنطقة وسبل التعاون ضمن خطة النهوض بواقع مدن المحافظة بشكل عام. ووجه المحافظ لإيصال الخدمات لأهالي المنطقة حسب الصلاحيات والإمكانيات المتاحة لخدمة الناس. وفي خيارات تحسين واقع الخدمات أيضا أكد مدير دائرة عقارات الدولة بصلاح الدين رعد عقاب كاظم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لحصر التجاوزات ورفعها، مؤكدا إعطاء إنذار نهائي لمدة 15 يوما لجميع المتجاوزين في تكريت وباقي أقضية المحافظة لرفعها وتجنبهم المحاسبات القانونية. وتضم اللجنة ممثلين من قيادتي عمليات وشرطة صلاح الدين ودائرة عقارات الدولة برئاسة قائم مقام تكريت. نعم، هناك لجنة شكلت من قبل أمن عمل مجلس الوزراء لحصر التجاوزات وإزالتها وفق القرار 154 لسنة 2001، وهذه اللجنة تضم لجنة مشكلة من قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة شرطة صلاح الدين وممثلين من قبل دائرتنا لغرض حصر هذه التجاوزات وإزالتها وفق القرار 154 لسنة 2001 والذي تكون برئاسة قائم مقام التكريت أي رئيس الوحدة الإدارية وفق الصلاحية الممنوحة إليهم ضمن القرار 154 لسنة 2001. والعمل جاري وتم خروج هذه اللجنة لحصر هذه التجاوزات، ونود أن نعلم قناتكم الموقرة بأن
بأن التجاوزات الحاصلة على ضمن أملاك وزارة البناء تنحصر ضمن الاستعمالات التجارية والصناعية الواقعة على الشوارع التجارية، الشارع الرئيسي والشوارع التجارية المتفرعة في الأقضية والنواحي. تم خروج اللجنة وحصر هذه التجاوزات وأعطاهم فترة إنذار لمدة 15 يوم كإنذار نهائي لغرض إزالة هذه التجاوزات، والعمل جاري لحد هذه الساعة لغرض حصر التجاوزات الأخرى سواء كانت في قضاء تكريت أو الأقضية الأخرى، وبمساعدة رؤساء اللجان المشكلة وفق القرار 154 كما تم ذكرها آنفا التي لهم الصلاحية الممنوحة بإزالة هذه التجاوزات. وضمن التوجيهات سارية المفعول من قبل رئاسة الوزراء والحكومة المحلية بالمحافظات، انطلقت بقضاء دوجيل بمحافظة صلاح الدين حملة رفع التجاوزات المنتشرة على الطرق الرئيسية للمباشرة بتعبيدها ضمن خطة تأهيل البنى التحتية. ودعت الحكومة المحلية الأهالي إلى التعاون من أجل إنجاح مسيرة الإعمار. تفاصيل أخرى مع فاضل الأنصاري. حسب توجيهات رئيس الوزراء القاضية بإنهاء ظاهرة التجاوزات في المدن، نفذت الحكومة المحلية بقضاء دجيل حملة لرفع التجاوزات على الطرق الرئيسية وعلى الممتلكات العامة في حي الجمعية تزامنا مع انطلاق حملة عمرانية والتي تضمنت إنشاء أرصفة وتعبيدا للطرق. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا اليوم وحسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك حسب توجيه السيد محافظ صلاح الدين اسماعيل خضيري هلوب، باشرت اللجنة المشكلة من قبلنا في قضاء الدجيل برفع كافة التجاوزات عن أملاك الدولة وكذلك عن الطرق الرئيسية، حيث هناك حملة أعمار كبيرة في قضاء الدجيل، ترصيف وتبليط كافة الشوارع في الأحياء في قضاء الدجيل في منطقة 208 و209 وكذلك حي الزهراء. لذلك قررت اللجنة إزالة كافة التجاوزات التي تعرقل شركات المنفذة. الدولة جدية بإزالة التجاوزات لأنها تؤثر على الإعمار وعلى البنى التحتية، وإن شاء الله سوف نقوم بإزالة التجاوزات لإكمال مسيرة الإعمار. إحنا هذه المنطقة هي زبيدات، زبيدات أساسا بها شارع، بها مشروع ترصيف وإنارة وإكساء، فهاي التجاوزات حاليا تأثر على سير العمل في هذا المشروع، فباشرنا اليوم أول منطقة هاي وإن شاء الله راح نباشر بالمناطق الباقية تباعا. القائمون على الحملة أكدوا أن التجاوزات تعد المعرقل الأول في تأخير وإنجاز المشاريع، داعين المواطنين إلى التعاون مع الشركات المنفذة ورفع التجاوزات لتسهيل انسيابية العمل للإسراع بإنجاز المشاريع في وقتها المحدد. التجاوزات أثرت تأثير سلبي على سير العمل وإكمال مهام المشروع، والحقيقة باشرنا اليوم بتبليغ أصحاب الدور المتجاوزين بإزالة التجاوزات لإكمال المشروع، لأنه هذا يؤثر تأثير سلبي على إكمال المشروع، ومشروع مهم جدا يخدم كل المواطنين، وإن شاء الله المواطنين مدعوين جميعا لإزالة تجاوزاتهم في سبيل أن يأخذ المشروع مجرى طبيعي. الحملات العمرانية التي تشهدها أغلب مدن المحافظة تتطلب من المواطنين التعاون مع الجهات المنفذة للمشاريع وعدم التجاوز على الممتلكات العامة. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل الأنصاري، قضاء دجيل. بتجربة جديدة وفريدة، قام أحد أصحاب المزارع بقضاء بلد بزراعة العنب الياقوتي في مزرعته، وبعناية خاصة نجحت التجربة ونالت اهتمام الجهات المعنية لتقرر دعمها تعزيزا لقطاع الزراعة في القضاء وعموم صلاح الدين. تفاصيل أوفر مع عبد الجبار مهدي. حقق الشاب ليث الحرباوي نجاحا كبيرا في زراعة أحد وأغرب وأندر أنواع العنب في العالم، العنب الياقوتي، والذي يتميز بطول الحبة وطعمه المميز وخلوه من البذور. إذ تم زراعة 100 شتلة في أحد بساتين بلد والتي تعتبر أرض خصبة لزراعة العنب بعد شرائه من محافظة السليمانية ليقوم بزراعته في بستانه الصغير في بلد، وحقق نجاحا في تجربة زراعته. قبل 4 أو 5 سنوات أتابع السوشيال ميديا فلاحظت شكل صنف عنب غريب جدا، فصار عندي فضول أنا أبحث عنه وأشوف هذا منين أصله، من يا دولة، شلون راح أقدر أحتوي. فبعض ما البحث عني عن هذا الصنف عثرت على شخص في إقليم كردستان، فتواصلت معه وقدرت أن أخذ من عنده تقريبا 100 شتلة، وال100 شتلة كاثرتها
وصار سنتين أنا أرفد الأسواق العراقية بهذا الصنف. هذا الصنف يسمى العنب الياقوتي الأسود. يعتبر هذا الصنف من الأصناف النادرة جدا على مستوى المنطقة ودول الجوار، لا تملك مثل هكذا أصناف. والدليل على ذلك راسلوني على صفحة بعض الدول، ولكن يعني يردوني أوصلهم، فصار عندهم حل طموح أن يحتووا مثل هذا الصنف. جبنا 100 شتلة وزرعناها والحمد لله والشكر نجحت عندنا، وقمنا مصدر من عنده وزدنا المنتوج مالته وصار عليه إقبال جيد جدا. يصل سعر الكيلو الواحد من العنب الياقوتي 3000 دينار عراقي، ويتم تسويقه إلى مدينة بلد كأحد أندر وأغرب أنواع العنب. العنب الياقوتي تقريبا صار هاي السنة الثانية أنا أرفد به الأسواق العراقية، فبما أنه الشجرة عمرها صغير كل ما تكبر تنطيني الغلة أكثر. تقريبا السنة صارت عندي غلة أكثر، يعني تقريبا 10 أو 15 صندوق يوميا أرفد الأسواق العراقية. الصندوق حوالي 20 كيلو، تقريبا 20 كيلو في 63000 دينار عراقي. أنصح المزارعين أن يحتووا مثل هذا الصنف لأنه مشروع اقتصادي جيد، ما موجود دول الجوار لا تحتوي مثل هكذا أصناف. وشجع المزارعين بالمستقبل أو الجهات المعنية بهذا الصنف بهذا الشيء أن تساعد الفلاح حتى نزرع الأكثر، حتى نقدر بالمستقبل أن تكون واجهة اقتصادية للبلد. مناشدتي المحافظة صلاح الدين بالأخص ناشد المحافظ أن يوفر لنا دعم للفلاحين، فلاحين مدينة بلد والمحافظة همين، دعم من ناحية الأسمدة والمبيدات الزراعية. يواجه ليث الحرباوي في صعوبة زراعة محصول العنب لقلة توفر المياه والكهرباء وارتفاع سعر الغاز والأمراض التي أصابت محصول العنب والتي تقف عاقا أمام زيادة زراعة أنواع مختلفة من العنب. أبرز معاناتي اللي نقلتها الوزارة الزراعة، نقلت بأن مدينة بلد بالمرحلة الأخيرة عانت من أمراض فطرية، والأبرز ما في هذه الأمراض هو مرض البياض الزغبي والدقيقي. هذا المرض ينتقل عن طريق الجو وهو مرض خطير جدا، فانطلب وزارة الزراعة أن توفر لنا غطاء جوي بالمكافحة، مكافحة الطيران وهي المكافحة الوقائية، حتى نتخلص من هذا المرض، لأن مدينة بلد تعد السلة العراقية بثمر العنب. شعبة زراعة بلد ووفد من وزارة الزراعة زار المزرعة وشادوا بمحصولها، وتوجيه من وزير الزراعة وأكدوا دعم هذا الفلاح بعد النجاعات التي حققها الفلاح والمحاصيل التي حققتها المحافظة في زراعة منتوج العنب والحنطة والذرة الصفراء ولديمومة الزراعة في مناطق المحافظة. بعد نجاح زراعة العنب الياقوتي في محافظة صلاح الدين قضاء بلد، اليوم زارنا وفد الإعلامي والعلاقات من وزارة الزراعة بأمر من السيد معالي وزير الزراعة، اللي هي أتفقد مزرعة الأخ ليث البلداوي والذي زرع ونجح في زراعة محصول العنب الياقوتي. احنا كشعب زراعة بلد داعمين لهكذا مشاريع، ان شاء الله التفاتة من مديرية الزراعة صلاح الدين وايضا من السيد المحافظ الراعي الاول للزراعة في هذه المحافظة وما تقدمه المحافظة من نجاحات على مستوى جميع المحاصيل الزراعية منها الحنطة. الان نجد موقعنا ثاني محافظة في تسويق محصول الحنطة، وإن شاء الله هنالك خطط كبيرة لمحصول الذرة الصفراء وأيضا الشعير وباقي المحاصيل. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. وفي جو سياسي يحتمل المفاجآت خارج الحسابات التقليدية، توقعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية إصدار التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي خلال شهر أيلول المقبل. وقالت عضو لجنة بدرية إبراهيم البرزنتشي إن اللجنة ملزمة بإعداد تقرير نصف سنوي لإداء كل وزارة، فضلا عن المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي والذي تعمل اللجنة على إعداده منذ أكثر من شهر من خلال استضافات لجميع الوزارات.
وكشفت عن علاقة مباشرة بين تقييم اللجنة والقرار الذي سيتخذه رئيس الوزراء في التعديل الحكومي المرتقب، مشيرة إلى أن بعض الوزراء تأخروا البدء بالمشاريع بحجة عائق إقرار الموازنة، بينما كان بمقدورهم إنجاز الكثير بتحريك الدوائر من دون الموازنة. وفي هذا الملف المتعدد في أوجه النفوذ، كشفت نائب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النائب علي نصيف عن قرب إعلان التغيير الوزاري، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم إعلان الفلترة لوكلاء الوزارات. وقالت إن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني برئيس وأعضاء كتلة ائتلاف دولة القانون بحث مواضيع الكهرباء والمياه والنفط والحدود والتغيير الوزاري. وأضافت إن عملية فلترة وكلاء الوزارات ستعلن قريبا، وبعدها مباشرة سيتم التغيير الوزاري، كون رئيس الوزراء أكد أن لديه تقييما كاملا لجميع الوزراء، وهناك بعض منهم سيتم استبدالهم بسبب عدم الكفاءة. وفي القراءة الأخرى للمتغيرات، أكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة تأجيل التغيير إلى ما بعد انتخابات كانون أول المقبل، وقال إن عدة ظروف تدفع رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني إلى تأجيل تغييره الوزاري القادم إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، مع استمرار خطط التغييرات في المديرين العامين دون رفض أو اعتراض من قبل أي تكتل. وأشار إلى أن تحسن أداء بعض الكابينات الوزارية تلزم رئيس الوزراء إجراء التعديلات الوزارية من أجل المضي بالبرنامج الحكومي وفق مبدأ التقييم الشامل لأداء الوزراء ووكلائهم والمديرين العامين. ولأن الأجندة الانتخابية مرتبطة بحسابات سياسية وتواريخ انتخابية مفتوحة، شدد ائتلاف دولة القانون على ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، فيما بيّن أهمية حسم هذا الملف قبل نهاية العام الحالي. وقال القيادي بالائتلاف حيدر اللامي إن الانتخابات المحلية تأخرت لسنوات عديدة، ما أدى إلى انتشار الفساد بالمحافظات ووجود أخطاء كبيرة لدى المحافظين وعدم قدرتهم على تلبية طلبات المجتمع العراقي خاصة الجنوبي. وفي السياق، أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان أن حكومة السودان جادة في توفير مناخ آمن لانتخابات مجالس المحافظات وإعطاء جميع المرشحين القدرة على التنافس من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، في تلويح جديد لتوجه رئيس الوزراء لمنح المحافظين المرشحين إجازة تمنع توظيف موارد الدولة في الحملات الانتخابية. وعلى الضفة المقابلة، وضع الخبير القانوني جمال الأسدي عددا من الأسباب قال إنها قد تؤجل انتخابات مجالس المحافظات، موضحا أن انتهاء عمل مجلس المفوضين في شهر كانون الثاني المقبل سيسبب إرباكا في الانتخابات إذا جرت في موعدها، باعتبار أن فرز النتائج وإعلانها والأمور الأخرى المتعلقة بها تحتاج إلى وقت قد يتجاوز السقف المحدد لعمل المفوضية. ومن جانبه، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن الفكرة المدنية هي الطريقة الأفضل لإدارة الدولة، لأن بعض القوى الجديدة هي أحزاب ظل للقوى القديمة، خاصة الإسلامية منها التي أخفقت في إدارة الدولة، مع رأي يقول بدمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية حسب ما جاء وفق الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية. وبحكم العلاقة المصيرية بين أي استحقاق دستوري وبين الاستقرار الأمني والمجتمعي في خطوات التهدئة، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد أن وفد حكومة إقليم كردستان المتواجد في بغداد يضم ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، وهو ليس وفدا حزبيا إنما يمثل جميع الأطراف الكردية. وأضاف إن الوفد يحمل رسالة من رئيس حكومة كردستان مفادها أن الإقليم التزم التزاما تاما بجميع شروط بغداد وسلمهم قوائم الرواتب وبيانات المنافذ والضرائب وغيرها، ولا توجد حجة أمام عدم إرسال رواتب الموظفين.
وتذهب أغلب الترجيحات إلى البدء بتنفيذ التزامات التوافق السياسي وبنود الموازنة الاتحادية لتفادي العودة إلى مربع الخلافات والتصعيد والاتفاق على إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي بعد استقطاع السلف التي أرسلتها بغداد. وعلى الجانب المقابل من متطلبات الاستقرار الاجتماعي، أكدت منظمة الصليب الأحمر الدولية أن عدد المفقودين في العراق يقدر بمئات الآلاف، وأن المنظمة تتعامل حاليا مع قرابة 29 ملفا مفتوحا بعد تحديد مصير 678 مفقودا، مؤكدة مواصلتها استلام الطلبات من ذوي المفقودين. وقد وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى قرابة 1000 طلب قدمت إجابات بما يتعلق بمصير 171 منها. ويتركز عمل الصليب الأحمر في إعادة التواصل بين الأسر التي افترقت بفعل النزاعات والتهجير والكوارث، وعلى تحديد مصير أو مكان الأشخاص المفقودين وإعادة لم الشمل. تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على آثار الحروب والنزاعات المسلحة، ويمكن من أكبر مخلفات الحروب والنزاعات المسلحة هو ملف المفقودين وقضية المفقودين. اليوم نتكلم عن قضية المفقودين لأنه اليوم 30 من شهر آب، لكل سنة يصادف اليوم العالمي للمفقودين، وإحنا نتكلم عن هذا اليوم بغرض التذكير بأهمية هذا الملف وبغرض التضامن مع عوائل المفقودين، لأنه دائما لما نذكر أعدادهم وأرقامهم أعداد المفقودين الناس يتصورون أنه الفكرة بس بالشخص المفقود، ولكن وراء كل شخص مفقود عائلة كاملة تحن لهذا الشخص وتأمل في أن يعود. في العراق يقدر عدد المفقودين مئات الآلاف، ماكو عدد مضبوط، ولكن هذا اللي نقدر نقدره من الحالات اللي موجودة واللي نشوفها بالميدان. احنا كلجنة دولية للصليب الأحمر نعمل على استلام طلبات الأشخاص المفقودين من عوائلهم ونساعدهم في البحث عن إجابة أو البحث عن مصير هؤلاء المفقودين. لسنة 2022 كان عندنا مفتوح ما يقارب 1500 طلب اشتغلنا عليه. أما في هذه السنة في النصف الأول من 2023 عندنا ما يقارب 1000 طلب مفتوح عن قضية شخص مفقود نحاول عن إيجاد الإجابة لعوائلهم. شغل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يضم فقط البحث عن الأشخاص المفقودين، بل كذلك في دعم الجهات الحكومية لتطوير آليات العمل في البحث عن هؤلاء المفقودين. يستمر التعاون أكيد بشكل قوي مع الجهات الحكومية، من ضمنها هي الطب الشرعي اللي نساعدهم في تطوير آلياتهم وعملهم في البحث والتعريف عن الرفات البشرية اللي ممكن يلقوها حتى نعرف عن هويتهم. ومن ضمن الشغل مالتنا كذلك انه احنا صار هذه السنة قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين للعمل على القضايا المرتبطة بعوائل المفقودين لأي مشاكل قضائية أو قانونية ممكن يواجهوها حتى يساعدوهم بها. هذا جزء بسيط جدا من تعاوننا ويا الجهات الحكومية بما يخص قضايا المفقودين. بالنسبة للمفقودين ما بين في الحرب الكويتية أو الحرب العراقية الإيرانية، إذا كان المفقود هو شخص عسكري ممكن التواصل مع مديرية حقوق الإنسان تابعة لوزارة الدفاع، أما إذا كان المفقود هو شخص مدني فيمكن التواصل مع مديرية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء. أما بالنسبة للمفقودين بآخر نزاع مسلح فترة 2014-2017 فيمكن التواصل مباشرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتقصي وفتح ملف بحث عن هؤلاء الأشخاص. وبغض النظر عن شغلنا بقضية المفقودين للبحث عن المفقودين نفسهم، كذلك عندنا شغل يشمل مساعدة عوائل هؤلاء المفقودين لأنهم مروا يعني بظروف ما حد يتخيلها. لما سوينا استبيان للعوائل اللي احنا نشتغل وياها اللي عندهم مفقودين انه شنو من اكثر الصعوبات اللي يواجهوها، 44% من العوائل اللي نتعامل وياها بلغوا انه اكثر صعوبات يواجهوها هي صعوبات نفسيه واجتماعيه. وبالمناسبة شددت لجنة حقوق الإنسان النيابية على حكومة السودان ضرورة الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري، ودعت اللجنة الحكومة إلى إرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه، بالإضافة إلى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للاختفاء القسري. وذكرت في بيان أن ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الإنسان، والعراق موقع على قانون انضمامه إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2009.
وتزامنا مع اليوم الوطني للناجيات الإزيديات، أقامت منظمة المسلة بمدينة الموصل بمحافظة نينوى وبالتعاون مع وزارة الثقافة ندوة خاصة بضحايا أعمال الإرهاب على أساس الدين أو المعتقد. وسلطت الندوة الضوء على حقوق الضحايا وفتح تحقيق في ملف المقابر الجماعية. نعم، نقيم اليوم حضور مناسبة الاحتفاء الخاص باليوم الوطني للناجيات العراقيات، والاحتفاء بتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب على أساس الدين أو المعتقد. هذا النشاط تقيمه منظمة المسلة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهو تضامن مع الضحايا من مدينة نينوى الذين سقطوا ضحايا الإرهاب على مدى السنوات الماضية. من خلال هذا الحدث راح نسلط الضوء على أهم القضايا للمطالبة بحقوق الضحايا والتحقيق في مسألة المقابر الجماعية وإعادة الحقوق للشهداء وذوي الضحايا. وهناك مشاركة واسعة من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية في نينوى. نجتمع اليوم في مدينة الموصل للاحتفاء بيوم الناجيات الأزيديات وبذكرى ضحايا الإرهاب على أساس الدين والمعتقد، اليوم الدولي طبعا هو، لتقديم دعم لأبناء مدينة الموصل من تعرضوا لإرهاب داعش. تمثل الدعم من خلال توجه البرنامج الحكومي وفي دعم الهوية الوطنية والتنوع الثقافي، وكذلك المادة الثامنة من قانون الناجيات تلقي مسؤولية على وزارة الثقافة في تقديم الدعم الثقافي والفني والتدريب والتطوير وإعادة إدماج الناجين والناجيات من إرهاب داعش، وتقديم كل أنواع الخدمات الثقافية في المدينة لكون مدينة الموصل لها خصوصية بالتنوع الثقافي وبتعرضها للإرهاب. أنا اسمي مديحة وجيت من سنجار، شاركت بمؤتمر بيوم الوطني للناجيات في نينوى، فجيت أطلب حقنا، يعني مو بس أنا، كل الناجيات والناجين، يعني صحيح سوينا راتب وراتب شهري، بس ما نريد هذا الراتب، بس نريد نطلب حقنا من يلي ظلمنا، يلي أذانا مجتمع الإيزدي. وأني أتعلم هسا اللغة الإنجليزية، أنا بعرف 4 لغات، وعربي إنجليزي كردي. راقية، وحقيقة ملف الناجيات ملف شائك، ولحد الآن هناك أمور كثيرة غامضة على الشعب العراقي وعلى المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، لأن هناك فعلا ناجيات. شاركنا مع السيد المحافظ في فعالية اليوم العالمي للمخطوفات والناجيات، حقيقة هي ذكرى أليمة جدا على كل عراقي، أنه هذه الشريحة اللي كانت الأكثر تعرضا للظلم عبر التاريخ، اليوم السبايا الإيزيديات الذين نجوا من ظلم وبراثن وجرائم داعش الذين قاموا باغتصابهم وسبيهم وبيعهم في أسواق النخاسة، الحمد لله تم إنقاذ عدد كبير منهم، وما زال عدد منهم تحت رحمة هؤلاء المجرمين. ولأن حدود الاستقرار والحقوق متداخلة مع بعضها، فإن ما يجري من تصعيد سياسي في كركوك يفرض خيارات ليست بيسيرة، حيث يستبعد محللون ومتابعون لطبيعة تطور المشهد السياسي في كركوك بإمكانية حسم عودة الحزب الديمقراطي إلى مكاتبه دون تنازلات من جميع الأطراف، وضرورة إبعاد استقرار المحافظة عن أي صفقات سياسية. ويقولون إن الضغط السياسي والشعبي خصوصا سيبقى مستمرا ومتواصلا لرفض إعادة عدم الاستقرار لكركوك وتهديد السلم الأهلي والمجتمعي فيها لأي خطر وفتنة. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن أنه سيعود لفتح كافة مقراته ومكاتبه في كركوك، وذلك ضمن اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فيما يشكل الأول من أيلول تاريخا حرجا في قرار تسليم مقر عمليات كركوك لصالح الديمقراطي.
فيما أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان الملا تشياد أن الحكومة يمكنها تعويض الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقرات بديلة في حال التوصل إلى تفاهم جديد بخصوص وجودهم على أرض تعود ملكيتها لوزارتي النفط أو المالية. وقال إن إخلاء المقرات جرى وفق اتفاق سياسي يضمن أحقية الأحزاب الكردستانية العمل في صلاح الدين وديالى وكركوك وغيرها من المحافظات بشكل قانوني ودستوري. وأضاف إن قضية إخلاء المقرات التابعة أو المشغولة من جهات أخرى أخذت أكبر من حجمها، حيث يمكن التفاهم عليها من خلال مقرات بديلة للأخوة الكرد في كركوك يبنون عليها مكاتبهم حسب الاتفاق السياسي والدستور. وضمن مبدأ التحديات المفتوحة والصداقات السياسية الافتراضية، أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة بأن قوة أمنية أحبطت إدخال أجهزة عسكرية لإحدى الشركات الأجنبية العاملة في أحد الحقول النفطية بالمحافظة. وقال المصدر إن قوة من المخابرات منعت إدخال 26 رادارا عسكريا وكاميرا حرارية ضمن إحدى الحاويات الخاصة بشركة لوك أويل النفطية الروسية العاملة في حقول الرميلة النفطية بالبصرة. وأضاف إن القوة الأمنية قامت بمصادرة الأجهزة وفتحت تحقيقا عالي المستوى مع مسؤولين في الشركة بشأن إدخالها دون استحصال الموافقات الأمنية من الجهة الحكومية. وفي مناسبة تجمع السياسة بالأمن والمشاعر الدينية، أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري أن القائد العام للقوات المسلحة أجرى اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية بحضور جميع المحافظين وعدد من القادة والجهات المعنية لمناقشة سير الخطة الخاصة بهذه الزيارة المليونية، مبينا أن السودان وجه لانسيابية حركة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وتوقع الشمري ازدياد زخم الزائرين خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى جهود كبيرة تبذل من قبل جميع الدوائر والمؤسسات في المحاور كافة لإنجاح العمل الأمني في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وفي جانب متصل، شارك 85 متطوعا من محافظتي صلاح الدين ونينوى مع منظمة الهلال الأحمر الدولية لتقديم الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في الطريق الخارجي الرابط بين الحلة وكربلاء. وتسهم المنظمة في توفير الإسعافات الأولية بالإضافة لعيادة متنقلة. وتعمل ملكات نسوية ورجالية على مدار 24 ساعة في خدمة الزوار الوافدين من العراق وخارجه والمتوجهين صوب محافظتي كربلاء والنجف. قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي بنشر مفارزها على طريق حلة كربلاء بفرعيها صلاح الدين ونينوى، حيث بلغ عدد المتطوعين ما يقارب 85 متطوع. ومن الخدمات التي تقدم إلى الزائرين منها تقديم الإسعافات الأولية إضافة إلى التدليك والعيادة المتنقلة والإسعافات مع وجود الكادر النسائي، حيث باشرنا منذ يوم 26/8 ولغاية الآن ويبقى عملنا مستمر لحين انتهاء الزيارة. بمناسبة زيارة أبي عبد الله الحسين، باشرت فرق الهلال الأحمر العراقي من انطلاقا من مبادئها الإنسانية في إسناد الجهد لخدمة زائري أبا عبد الله الحسين خلال هذه الفترة. باشرت فرق الهلال الأحمر العراقي بالعمل على تقديم خدماتها الإسعافية وإخلاء الزائرين عبر سيارات الإسعاف وتقديم الخدمات الطبية ابتداء من المنافذ الحدودية للدول المجاورة لدخول الزائرين عبر من خارج العراق وصولا إلى محافظة كربلاء المدينة المقدسة. يتم تقديم عبر هذا الطريق الطويل ولمسافات طويلة التي يسلكها الزائرين خدمات إسعافية وطبية من خلال عيادات طبية متنقلة. اليوم يشارك أكثر من 2000 مسعف من كوادر الهلال الأحمر العراقي عبر الطريق المؤدي ابتداء من المنافذ الحدودية وصولا إلى المرقد المقدس لتقديم خدماتهم الإسعافية. من ضمن خطتها السنوية
باشرت كوادر الهلال الأحمر العراقي بالمشاركة في الزيارة الأربعينية، حيث شملت هذه الزيارة مشاركة 16 فرع من مختلف محافظات العراق بمشاركة أكثر من 1000 متطوع. تشمل خدمات النقل بعجلات الإسعاف، عدد الإسعافات المتوفرة هي حوالي 25 إسعاف، وكذلك عيادات طبية تحتوي على كادر طبي متدرب تشمل 4 عيادات. الفرق المشاركة من مختلف المحافظات، من ضمنها محافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى، وكذلك المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية. تشمل عمليات الهلال الأحمر نقل الحالات الطارئة للإسعاف لأقرب مستشفيات، وكذلك تسيير الفرق الجوالة بين الزائرين لنقل الحالات لا سمح الله أو كان هناك إصابات، وكذلك تقديم التوعية الصحية أيضا والإرشادات الطبية وإرشاد الزائرين. اليوم اجينا من مدينة الموصل لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نحن كمتطوعين بجمعية الهلال الأحمر العراقي نقوم بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية والإسعافات الأولية والتوعية الصحية ونقل الحالات بسيارات الإسعاف. تعامل أهل كربلاء ويانا كان جيد جدا، وأهل كربلاء يعني مو فقط من أهل كربلاء، يشمل جميع محافظات العراق. ومع توقع دخول 3 ملايين زائر لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام من الدول الآسيوية عبر منفذ زورباطيا بمحافظة واسط، باشر أكثر من 2000 موكب تقديم جميع الخدمات من مشرب ومطعم وتهيئة أماكن للمبيت لجميع المتوجهين لمحافظتي كربلاء والنجف. وأكد أصحاب المواكب مواصلة خدماتهم حتى عودة الوافدين إلى المنافذ بعد انتهاء الزيارة الأربعينية. موكب أحباب أبو تراب يرحب بالزائرين القادمين من الدول الآسيوية، إيران زائد باكستان زائد الهند زائد أفغانستان، لأن إحنا يعني موكبنا على طريق مهران، ولهذا نخدم الزائرين في يعني في كافة الوسائل من الراحة والطعام زائد الخدمات كافة. احنا تجاربنا طبعا من 2014 لحد الان يبدا الزخم يبدا تقريبا من 8:00 الى يوم الاربعين، من 8:00 يعني اكثر الزوار الايرانيين يجون منا من طريق بدره مهران، هيك يجون منا عن طريق منا الكربلة اكثر الزوار، يعني هواي يجون منا زوار. هاي كل سنه احنا مواكبنا هنا على طريق بدره، والحمد لله والشكر نخدم زوار ابو عبد الله عليه السلام ومستمرين ان شاء الله. وحتى بعد الزيارة حتى الزوار مني يرجعون من كربلاء، مواكبنا انفتحة والحمد لله والشكر. والله هواي يعني وجبات تمن ومرق لفات فواكه، يعني ماشي المواكب حتى العالم تجي منها من المحافظة توزع هيك، يعني ماشي والحمد لله والشكر الخدمة. أعدت ممثلية المواكب الحسينية اجتماع قبل بدء الزيارة بحضور السيد محافظ واسط المحترم والدوائر الخدمية، وضعوا خطة خدمية متكاملة لاستقبال الزائرين البالغ عددهم من المتوقع في هذا العام 3 مليون زائر. عدد المواكب المسجلة لدينا أكثر من 2000 موكب، بنوا السرادق وهيئوا المواكب الحسينية بالإضافة إلى توجيهاتهم ووجهناهم إن شاء الله في هذه العام، فيجب علينا أن نقدم لهم الخدمات بالليل. ووجه السيد محافظ واسط دائرة الكهرباء إنارة الطريق الذي يسلكونها الزائرين، وباشرة الصيانة اليوم بإنارة الطريق من النعمانية وصولا إلى الشوملي، دائرة الماء، دائرة الكهرباء، دائرة الصحة، توزيع جميع الإسعافات على الطرقات اللي يسلكها الزائرين، بالإضافة إلى المفارز الطبية الثابتة إن شاء الله، متعاونين مع ممثلية المواكب الحسينية ومع أصحاب المواكب. وبعيدا عن المشاعر الروحية التي تفرضها أجواء زيارة الأربعين، فإن المخدرات تفرض واقعا مختلفا. وقد حذرت وزارة الصحة من انتشار ظاهرة استخدام قطرة العين التريبوكاميد لأغراض المخدرات من قبل مروجيها عن طريق خلطها بمعسلات الراجيل في الكثير من الكافيهات بمختلف محافظات العراق. وفي كركوك أبدى كثيرون تخوفهم من تفشي الظاهرة حتى عرفت بعض المقاهي بها. وفي سياق مكافحة الظاهرة
أصدرت نقابة الصيادلة كتابا ينص على عدم صرف القطرة دون استشارة الطبيب، فيما تواصل الجهات الأمنية المختصة ملاحقة المروجين للمادة ومتعاطيها وتجديد المراقبة على الكافيهات بصورة عامة وإنزال أشد العقوبات على من يثبت عليه التعاطي أو الترويج. حسب توجيهات معالي وزير الصحة لدينا عدة تعليمات بخصوص الموضوع. نحن أولا وحسب قانون رقم 50 لعام 2017 للمخدرات نترأس اللجنة الفرعية ولدينا اجتماعات مع جميع الجهات ذات العلاقة منها الجريمة المنظمة، القوى الأمنية وغيرها. أيضا تقوم شعبة الرقابة الصحية بإجراء الزيارات لجميع الكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية. هذه القطرة قطرة التروبيك أمايد تم الإعمام عليها من قبل وزارة الصحة، وهي مادة علاجية تصرف فقط في وصفة طبية، لكن تم استغلالها ليست فقط هذه القطرة، هناك أيضا حبوب أخرى يتم استغلالها في الترويج وصناعة المواد المخدرة والتي تستخدم كما ذكرت وتروج بين أوساط الشباب. نحن بالتنسيق مع وزارة الصحة قسم التفتيش قسم الصحة العامة وجريمة المنظمة ومديرية المخدرات نقوم بالمتابعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية. اليوم بعد الكافتريات الموجودة في مدينة كركوك اكو بعض الكافتريات يعني يستخدمون هاي الشغلات مال المخدرات، وهاي يعني بعض الكافتريات اكو كافتريات معروفة ما نذكر اسماء يعني، فاما الكافتريات بعض المناطق هاي المشمولة، فتدري المخدرات انتشرت بكل المحافظات، فاكو مواضيع خارجة عن السيطرة، نطلب من الحكومة تتابع هاي الشغلة، يجونا دائما للتفتيشية هنا يفتشون يعرفون يعني هيك مواضيع، يجون هنا احنا كأكسبريس يعرف يعني كأكثر الزبائن اللي يجون هنا يمنا يعرفون بأن احنا كافتريتنا نظيفة مرتبة مثقفة. يعني احنا بالآونة الأخيرة سمعنا هواي عن هذا الموضوع وانتشر بوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، يعني أنا من أباوع لهذا الموضوع أقول يعني أنت ليش هيك تسوي الشباب اللي يدمنوا على هذا الموضوع، يعني أنت ليش تخلي نفسك بهيك شغلة وتأذي نفسك وتأذي صحتك وإلها تبعات أخرى توصل للسجين كذا، فأنت يعني ما مجبور يعني تخلي نفسك بهيك موقف يعني بس يأذي صحتك ما تستفاد منه أي شيء. أخرى وثانية يعني راح نجي لأصحاب الكوفيات اللي يشتغلون هذا الشغل ويخلون هاي القطرة سواء مخدرات سواء كذا يأذون الشباب، هو قبل صاحب الكافتيريا المنفعته بهذا الشيء انه راح يستفاد من الزبائن اللي يجون، راح يجي اولا راح يدمن على هذا المكان على مود انه يبقى يرتاد هذا المكان ويرجع له مره ثانيه ومره ومرتين ثلاث مرات. ف يعني انت ليش هيك؟ او اخرى وثانيه القوات الامنيه او الشرطه المجتمعيه اذا اكتشفت صاحب الكافتيريا عنده هذا هاي المواد راح ينقطع رزقه ينتهي نهائيا، فأنت يعني صاحب الكافتيريا ما مجبور تسوي هيك وتأذي الشباب وينقطع رزقك. وفي قضية أمنية أخرى قضت محكمة جنايات الكرخ في بغداد بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين تورطوا بقتل المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترول في بغداد في شهر تشرين الثاني الماضي. ويمثل القرار من وجهة نظر مراقبين تصعيدا قضائيا مهما لمنع الجريمة المنظمة في العراق بعيدا عن الضغوط المختلفة بعد ثلاث مرافعات، فيما تقول وكالات إن انتماءات المتورطين لم تشفع لهم أمام عدالة القضاء العراقية. وأضافت إن العملية كانت خطف المواطن الأمريكي وليس القتل، لكن المتهمين أخطأوا التنفيذ وقتلوه، فيما تم القبض عليهم عن طريق أدلة متعددة مثبتة وإلقاء القبض في منزل بجانب الرصافة. وفي ملف الحقوق تظاهر العشرات من موظفي عقود وزارة الكهرباء في محافظة ديالى للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم وصرف رواتبهم المتأخرة وإنصافهم من الغدر الذي تعرضوا له بعد إقرار الموازنة الاتحادية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتراكمة منذ أكثر من شهرين وتثبيتهم على الملاك الدائم إسوة بباقي دوائر المحافظة،
تظاهر العشرات من قراء المقاييس أمام دائرة كهرباء ديالى بعدما غبنت الموازنة الاتحادية حقوقهم في التثبيت حسب قولهم. قرار مقاييس العراق تعيننا وفق قرار نزيه سنة 2019 وفق قرار 341 ودوامنا أجر يوم أكثر من سنتين وبدون راتب وبالنسبة لا تتعدى 100,000 وراها تحولنا عقود سنة 2022 وصار لنا أكثر من سنة عقود السنتين العقدية ما جاي يشملوا لنا بهن التثبيت وإحنا نضفنا بالموازنة وفق المادة 76 وموالنا من الجباية الذاتية ولسه جاي يسوفون مطالبنا لا يثبتونا لا المالية تقول لنا على الكهرباء والكهرباء يقول على المالية فإحنا ما جاي نعرف وين وجهتنا ومن عداها احنا صار لنا اكثر من شهرين ما مستلمين راتب. احنا شريحه قراء المقاييس في عموم العراق العدد الكلي 7000 قارئ مقياس. نطالب وزاره الكهرباء بالتثبيت على الملاك الدائم اسوه باقراننا ابناء العقود. علما اننا تعيننا بقرعه نزيهه دون تدخل اي نائب او اي سلطه في تعييننا. مطلبنا الاساسي والوحيد هو التثبيت على الملاك الدائم. وأعلن المتظاهرون الإضراب العام على الجباية لحين التثبيت على الملاك الدائم وصرف الرواتب المتأخرة مؤكدين أن الموضوع انعكس سلبا على واقعه من معاشي. مطالبنا التثبيت بالأساس، ثاني شيء صرف مستحقاتنا، وإحنا هسه حاليا عملنا إضراب من هذا الشهر لحين تحقيق المطالب، نجبي بالحر بالبرد جمعة سبت عطل ما عندنا بدون توقف على مدار أيام الأسبوع طيلة أيام السنة ما عندنا توقف بالعمل واحدنا يعني يجبي أقل شيء 7.8 ملايين تعيننا على قرار 341 كانت نسبتنا 5% حولونا عقود على أمن الغذائي هسا احنا صارنا شهرين ما مستلمين راتب يعني احنا أصحاب عوائل احنا أبو المولد يريد أبو الإيجار يريد يعني فلوس ما عندنا نريد تحولونا على الملاك الدائم احنا عطلة أصلا ما عندنا يعني نداوم عيد نداوم عطل نداوم جمعة يعني كل ساعة بالعيد أول يوم العيد يقول لك الموقف رجاء يعني هاي ما يصير هيك يعني أكو موظف في الدولة ما عنده عطلة يداوم حتى بالعيد ما يصير والله العظيم يعني إحنا نطالب إحنا حسنا مسوين اعتصام مفتوح وإضراب عن الجباية لحين تحقيق المطالب. وبين الحين والآخر تشهد العاصمة بغداد والمحافظات العراقية خروج المئات من الخريجين والعاطلين على العمل بتظاهرات سلمية للمطالبة بتوفير درجات وظيفية فيما يتظاهر أصحاب العقود في مؤسسات الدولة بحثا عن التثبيت على الملاك الدائم. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية. وإلى أجواء أخرى من الاستقرار العراقي وتداخل التقاليد والمتطلبات واهتماما بشريحة ذوي الإعاقة والاستماع لمطالبهم، نظمت منظمتي الهجرة الدولية والحدباء ماراثونا حمل عنوان معا نستطيع لبناء السلام. حصل فيه المشاركون على تكريم خاص دعما لهم لمواصلة تحقيق طموحاتهم. التفاصيل في سياق تقرير زميلنا يوسف البرهان. تحت شعار معا نستطيع لبناء السلام، نظمت منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الحدباء ماراثون الأول في محافظة نينوى لتكريم أصحاب القوة والإرادة والتحدي في تحقيق السلام والتضامن بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم جينا شاركنا في مهرجان ذوي الإعاقة، شاركنا في سباق، احنا 30 شخص اليوم شاركنا من جميع فئات ذوي الإعاقة وشاركنا في المهرجان. المهرجان كان جيد جدا. نطالب من الحكومة المحلية النظر بعين الاعتبار لذوي الإعاقة من جميع احتياجاتهم في الدوائر الدولة، نطالب بأبسط حاجاتنا نطالب بها. إحدى مشاركات في هاي مهرجان ماراثون، طبعا أول نشكر المنظمة الحدباء التي قيمت هاي المهرجان، هاي أول مهرجان تصير بالموصل. نطالب من الدولة شوية يهتمون لذوي الإعاقة وخاصة خريجين من ذوي الإعاقة، إحنا نطالب التعيينات والوظائف تناسب لذوي الإعاقة. شهدت الفعالية حضور عدد من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى، من بينهم مدير تربية محافظة نينوى الذي أكد بدوره على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أبدعوا في مجالات عدة وكانوا جزءا في بناء السلام والتعايش السلمي. بسم الله الرحمن الرحيم، تشرفنا اليوم بحضور المهرجان الفني وكذلك البازار الذي قامته المنظمات الثانية لرعاية ذوي الإعاقات
وكان هذا فعلا بادرة مهمة وجيدة من خلال التعرف على مواقع هذه الفئة المهمة من المجتمع. بدورنا كمديرية عامة لتربية محافظة نينوى ندعم بكل قوة هذه الفئة من خلال الدعم الفني والثقافي لكل هذه الفئات، وأيضا ندعم هذه المنظمات الاجتماعية، وبابنا مفتوح لكل هذه الفئات. من الموصل يوسف البرهان، قناة صلاح الدين الفضائية. تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. ضبط أكثر من 120 كيلوغرام من المخدرات، والسلطات تؤشر ارتفاعا ملحوظا بتعاطيها بين النساء في إقليم كردستان. وذو ضحايا العمليات الإرهابية من منتسبي قوات البشمركة يطالبون بحقوقهم. والبرهان يؤكد بعد عودته من مصر بأن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان والغابون، ترقب لخطوات قادة الانقلاب. وعلي بوغنو يدعو أصدقائه لرفع الصوت عاليا في وجه من اعتقلوه. ومقتل أكثر من 70 شخصا في حريق ببناية سكنية في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا. إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. أفادت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان بضبط أكثر من 120 كيلوغراما من المواد المخدرة، إضافة إلى 5 آلات إلكترونية تستخدم في ممارسة القمار، خلال مؤتمر صحفي عقد في مديرية الأسايش العامة في أربيل. وتنوعت تلك المواد بين الكريستال والحشيش والهيروين والترياك وحبوب الكبتاجون. تم اعتقال 5 أشخاص أيضا بتهمة المتاجرة بالمخدرات. ومن جانبها، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة أربيل ارتفاع نسبة المتعاطين بين فئة الإناث. وأكد النقيب أركان عمر خلال مؤتمر صحفي أنه لا يوجد أي حزب سياسي يقف وراء عمليات الترويج والمتاجرة بالمخدرات، متحدثا عن دخول هذه المواد من البلدان المجاورة إلى أراضي إقليم كردستان. وأوضح أن أكثر المتعاطين هم من الذين يتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاما، حيث تصل نسبة التعاطي بين هذه الفئات العمرية إلى قرابة 80%، لافتا إلى أن التعاطي بين النساء ارتفع إلى 10% خلال العام الجاري. تجمع العشرات من ذوي ضحايا العمليات الإرهابية من منتسبي قوات البشمركة في السليمانية أمام دائرة التقاعد بالمحافظة للمطالبة بجملة من الحقوق، أهمها صرف رواتبهم الشهرية المتأخرة ونقلهم إلى مؤسسة الشهداء. عباس محمد والتفاصيل. العشرة من ضحايا العمليات الإرهابية ها هم هنا في السليمانية يتظاهرون أمام دائرة تقاعد البشمركة رغم تراجع واقعهم الصحي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر وتحويلهم على مؤسسة الشهداء والمضحين. احنا جماعة مع وكيل مال معركة داعش، احنا صبونا بالكركوك بالقوير بكل مكانات اللي كان بها معركة الداعش، احنا صبونا هي هناك. واحنا هسه عندنا مادة مال معوقية آي مادة 34، وهذا مادة هسه احنا يعني حسبنا علينا المادة 38، و 38 مادة 38 مو معوق مال حرب، مو معوق الحرب يعني بالجبهة، لا تقاعد. احنا هسه متقاعدين، يعني اذا تقول كل عراقي الشريف ما يقبل هذا. اذا واحد بالمعركة مال داعش مصوب واستاذ يعيش، هذا واحد من يعني عسكريتنا، واحد من مصوبنا. احنا من وزارة بيشمركة كان احنا من جماعة المعوقين ناقلين هسه علم ما عندنا به وناقلين للخانشين، يعني
تقاعد خانشيني. احنا معوقين، كلنا معوقين من شر من معركة داعش. هسه احنا ما نقبل، لازم نقلنا للشهيدات، وزارة الشهيدات. فيما أكد آخرون عدم حصولهم على أي نوع من الحقوق والامتيازات إسوة بأقرانهم من ضحايا العمليات الإرهابية في باقي المحافظات العراقية، مؤكدين أنه على حكومة الإقليم الاستجابة لمطالبهم. دعوة كراكماني ويما كمدامي شي داعش كرمدامي سنقرب مان سربوزاد بيش مرقب مان. أنا معوق خلال الحرب على داعش، والآن أنا متقاعد في دائرة متقاعدي البيش مرقب في السليمانية، ولم أحصل على حقوقي إسوة بباقي ضحايا العمليات الإرهابية في باقي المحافظات العراقية، وأطلب من حكومة إقليم كردستان إنصافي وإنصاف أقراني هنا في كردستان. فنحن لم نتسلم رواتبنا منذ أشهر، ووضع على المعاشي سيء جدا. أو كان لا يماوه أري ما أنا بتركمه لا أكمل حكومة شاركة بمن. وقد أصيب الآلاف من قوات البيشمركة خلال الحرب على داعش، خصوصا في معارك تحرير مناطق من محافظة كركوك وديالا ونينوى، ولم يتم التعامل معهم من قبل الحكومة إسوة بضحايا الحروب والشهداء، بل تم التعامل معهم كمتقاعدين يخضعون لقانون التقاعد المجحف في كردستان. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية. أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين، وتحدث عن مواصلة العمل للحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني، داعيا المتمردين إلى إلقاء السلاح. وتحدث البرهان عن جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور مشددا على محاسبة مرتكبيها. وتأتي كلمة البرهان بعد زيارة لمصر استغرقت يوما واحدا التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد قائد الجيش السوداني خلال الزيارة أن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم، وإنما هدفها استكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه. لأننا نحن جميعا بنواجه حرب ربما إذا ما حسمناها بالسرعة المطلوبة ستفتت السودان وستصيب وحدة الوطنية في المقتل. لذلك الشرطة عندها أدوار كبيرة مطلوبة منها الآن في أنها في المناطق اللي انتشرت فيها تقوم بواجباتها، مطلوب منها في المستقبل. نحن كلنا شفنا بعد الأحداث مباشرة كان في فراغات كثيرة جدا حتى في بعض المناطق اللي ما كان فيها تهديد، لكن المسألة بدأت تعود تدريجيا. وحسب أنا سمعت الآن من المدير العام أنه الناس كلهم في كل مكان الآن ما فيه متمردين، الآن الشرطة تقوم بواجباته وتقوم بأدوارها. نحن من هنا بنحييهم وبنقول لهم نحن الدولة السودانية والشعب السوداني كله معاكم وكله ساندكم وكله واقف معاكم. نحن شكرنا لكم جميعا وتقديرنا لقيادة الشرطة وللدولة اللي تقوم به ولكل أفراد الشرطة في كل مكان، ونقول لهم نحن وإنتوا كلنا معركتنا واحدة، ونحن وإنتوا والشعب السوداني أيضا كلنا معركتنا واحدة، وكل العالم الحر العالم اللي بيفتكر أنه الآن السودانيين بتعرضوا لمؤامرة الآن الفيديوهات الناس سربوها، ناس شفناها إذا كانت في الجنينة أو إذا كانت في طويلة، في لسه في مآسي وفي جرائم حرب ارتكبت في منواشي في غارسيلا في مناطق كثيرة جدا من دارفور حتى في الخرطوم. هذه جرائم يجب أيضا الشرطة أنها تكون مستعدة فأنها تتحقق فيها تتحرى فيها تصدق فيها النوايا بأنه كل من ارتكب هذه الجرائم يجب أن يقدم للمحاكمة. بعد أن أعلنت مجموعة من كبار الضباط في الجابون استيلائها على السلطة وحل جميع المؤسسات وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي وفاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، قرر قادة الانقلاب بحالة الرئيس إلى التقاعد ووضعه تحت الإقامة الجبرية واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام السابق. وأدى قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنجيما القسم رئيسا مؤقتا للبلاد على رأس المجلس العسكري. أما الرئيس المعزول فقد ظهر في تسجيل مصور من مقر إقامته الجبرية داعيا أصدقائه والعالم كله لرفع الصوت عاليا في وجه من اعتقلوه، وقال إن أفراد عائلته إما معتقلون وإما مجهولو المصير. ويعد هذا ثامن انقلاب في غرب ووسط إفريقيا منذ 2020، وقد أثارت هذه السلسلة من الأحداث مخاوف القوى الأجنبية بما لها من مصالح استراتيجية في المنطقة.
that we have all over the world to tell them to make noise, to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, to make noise, to make noise, really. قال مسؤولون في جنوب إفريقيا أن أكثر من 70 شخصا لقوا حتفهم خلال الليل عندما نشب حريق في بناية سكنية من 5 طوابق في منطقة فقيرة بجوهانسبرغ، وأضافوا أن بعض الضحايا ربما كانوا قد استأجروا غرفا في البناية من عصابات إجرامية. قال رئيس بلدية جوهانسبرغ للصحفيين أن السلطات المحلية تملك البناية وأنها مستأجرة لمؤسسة خيرية لرعاية النساء المشردات، لكن انتهى بها المطاف في خدمة غرض مختلف دون الخوض في تفاصيله. وذكرت السلطات أن سبب الحريق ما يزال قيد التحقيق. في الختام تذكر بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يراهن على الطاقة النظيفة لتطوير منظومة الكهرباء ويبحث مستقبل المشاريع مع النواب والعشائر. تعديل وزاري على نار هادئة الشهر المقبل، وانتخابات مجالس المحافظات بين التأجيل أو الدمج مع البرلمانيات. في اليوم العالمي للمفقودين، دعوات سياسية ودولية لرفع السرية عن مصير مئات الآلاف من العراقيين. الحكومة تطرح خيار المقرات البديلة لمنع الفتنة في كركوك، وملايين الزوار في كربلاء لإحياء أربعينيات الإمام الحسين عليه السلام. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.